فسأل الله، فلما انشق القمر نصفين، نصف كان على أبي قبيس ونصف كان على جبل قينقاع. قالت ده هتلر في مرة كان عايز يعبئ الشعب الألماني للحرب، فاجتمع جمع المستشارين وقال أنا عايز مطلع للخطبة يهز الناس. فكان في واحد من أصول عربية يعيش في ألمانيا وقريب من هتلر، فدلوا على الآية، فبدأ الخطبة بإيه؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، وبدأ بالخطبة. هتلر لحم الأرنب، قلت لحم الأرنب حرام، والحينم أقول حرام وأقولها حتى ينقطع النفس، لحم الأرنب حرام، عندنا نصوص عن أهل البيت عليهم السلام تحرم أكل الأرنب. الأرنب من ضمن الحشرات، والحشرات عموما محرمة.